وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ورد في درس الأمس الكلام عن الحدث والنجاسة، فما الفرق بينهما؟ أحسن الله إليكم. الحدث ما يقوم بالبدن من نواقض الوضوء من بول أو غائط، أو نواقض الوضوء تقوم بالبدن تمنع من الصلاة ومن مس المصحف إلى آخره، هذا الحدث. وأما النجاسة فهي ما يوجد على البدن أو على الثوب أو على البقعة. نعم.